ثم تقول له في الأخير: ولكن من محبتك لأبيك ألا تعلق الصورة في المجلس، فإنه لا يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. شوف كيف قدمت له النصيحة بأسلوب مناسب. دخلت إلى محل فرأيت يبيع مجلات فاسدة مثلا، تقول: ما شاء الله المحل والله جميل، واللوحة أيضا بأسلوب جميل كتبت، والديكورات جميلة. يا أخي ندخل بعض المحلات يكون حر شديد، محلكم ما شاء الله تهوي. فلما ينبسط صاحب المحل ويبتهج ويكون متقبلا لأي نصح، تقول له عند ذلك: لكن أسأل الله أن يبارك لك في كسبك وفي تجارتك ويبارك لك في صفقة يمينك، لكن لا يجوز أن تبيع هذه المجلات الفاسدة. أيضا إذا أردنا أن ننكر المنكر باللسان، ينبغي أن نهيئ صاحب المنكر، أن نهيئ فاعل المنكر لأجل أن يقبل إنكارنا عليه، ألا ندخل هكذا مباشرة، بل أن نهيئه قبل حتى يستطيع أن يتقبل منا إنكار المنكر بأسلوب مناسب. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه. أن يكره المنكر وأن يفارق مكانه إذا استطاع، أن يفارق مكانه إذا استطاع. ما دام أنك أنت ما استطعت أنك تنكر هذا المنكر، فارق هذا المكان. دخلت إلى مكان كله فجور أو اختلاط ولم تستطع أن تغير، أخرج من هذا المكان. وكذلك الأخوات، ينبغي لها أن تأمر وتنهى. ما أجمل مثلا لو ذهبت الأخت إلى المستشفى ثم أقبلت فرأت مثلا المرأة الجالسة في الاستقبال في مستشفى من المستشفيات وقد تبرجت في لباسها، فقالت لها الأخت: ما شاء الله والله يبدو أنك متعلمة، لأجل ذلك وجدت هذه الوظيفة، عسى الله أن يوفقك، وإن شاء الله ألاحظ أنك لطيفة في التعامل مع المرضى ومع المراجعين، بارك الله فيك، الله يجزاك خير. فتجد أنها تنبسط وتقول: بارك الله فيكم، شكرا. فتقول لها الأخت عندها، تقول لها ناصحة: لكن يا أختي، يا ليتك أن يعني أن يعني أن تستري زينتك عن الرجال، أن لا تفعلي كذا، أن تبدأ توجهها عن المنكرات التي تفعلها. وكذلك لو رأت امرأة متبرجة في لباسها تلبس بعض أنواع العباءات مع الأسف التي صارت اليوم هي زينة، الآن العباءة شرعت أصلا لأجل ستر الزينة، أليس كذلك؟ لو تسأل أصغر واحد من أولادنا تقول له: لماذا أمر الله تعالى المرأة بلبس العباءة؟ لقال لك: لأجل أن تستر زينتها، لأن الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن. المشكلة اليوم أن العباءة في نفسها صارت زينة، وصارت العباءات فيها النقوش والزركشة والألوان والشعارات والضيق وغير ذلك. فيجب على الأخت أن تنكر على من رأتها على هذا الحال. جلست في المستشفى وأقبلت واحدة وجلست بجانبك مثلا، أنكري: يا أختي ما يجوز، عسى الله أن يوفقك وأن يحفظك، ما شاء الله أنت متعافية وصحتك جيدة ولم يبتلك إلا بمرض، يا ليتك يا أختي أن تستري زينتك، ونحو ذلك. نحن مطالبون يا جماعة بالإنكار، تقبل اللي عندنا ولا ما تقبل هذا أمر آخر. أذكر أن أحد المشايخ ألقى يوما محاضرة في جامعة أم القرى، ثم قال للطلاب، ألقى حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال للذين أمامه، قال: الجامعة مليئة بطلبة العلم. قالوا: صحيح. قال: يعني كم، قرابة 5000 10000؟ قالوا: نعم، كلهم ما شاء الله مشايخ وفضلاء. قال: البقالة التي أمام الجامعة أليس يدخلها يوميا قرابة 5000 طالب يشترون حاجاتهم منها؟ قالوا: بلى، البقالة مقابلة لبوابة الجامعة، وبالتالي كل طالب وهو خارج هذا يشتري لبن، هذا يشتري عصير، هذا يشتري خبز، هذا، فمن الطبيعي أول ما يقابلهم يأخذون أغراضهم منها. قال: أليس يبيع دخان؟ قالوا: بلى. قال: طيب كم واحد منهم ينكر؟ فسكت الطلاب. فقال لهم هذا المحاضر، قال: لو أن كل طالب وهو يشتري حاجته، يعني طالب جاء وأخذ عصير ثم قال: أعوذ بالله تبيع دخان، الله يهديك، وحاسب أعطاه ريال وراح. الثاني أخذ لبن، يوم لما أعطاه 5 ريال قال: استغفر الله، دخان، وخرج. الثالث أخذ خبزا ثم لما وضعه في الكيس وعطاه ريال قال: استغفر الله، عوذ بالله، دخان، حرام عليك، وطلع. الرابع قال: هذا كسب خبيث ما يجوز، وطلع. لو 5000 مرة يوميا يسمع: حرام، اتق الله، ما يجوز، يا ويلك من الله، كسب خبيث، يذهب البركة، وهو يقول: إن شاء الله، أبشر، نبطل، أبشر، نبطل. يقول: تدرون ماذا سيحصل به بعد شهر؟ 5000 مرة يومين يسمع حرام حرام حرام، تدرون ماذا سيحصل فيه بعد شهر؟
إما بيبطل بيع دخان وإما بينجن، صحيح؟ لا يمكن يتحمل هذا الموج. هذا يدلك على أننا مطالبون بالأمر والنهي بصرف النظر تقبل ما تقبل، هذا موضوع آخر. أنا مطالب أن أنكر عليك بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب اللطيف. تقبلت مني بارك الله فيك، لم تتقبل إنك لا تهدي من أحببت. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، كما أننا مطالبون أن نقول للمسيء أسأت، كذلك نحن مطالبون أن نقول للمحسن أحسنت. نحن مشكلتنا أننا إذا رأينا مثلا، إذا دخل الواحد منا أقبل إلى المسجد فرأى مجموعة صبيان يلعبون كرة، تجد أنه يقول يا شباب الله يهديكم الآن ما صليتم مع الناس، ويبدأ ينكر عليهم. نقول بارك الله فيك جيد، لكنك لما صليت رأيت أربعة صبيان صغار صلوا معك، لماذا لم تثني عليهم؟ لماذا لم تقول ما شاء الله عليكم أبطال، والله أنتم أحسن شباب في الحارة لأنكم تصلون معنا؟ نحن أحيانا كثيرة ننسى أن، أو دخلت على إنسان على مثلا مطعم فرأيته بدل أن يضع موسيقى في السماعات وضع مثلا أصوات عصافير، وضع أناشيد، شغل إذاعة القرآن الكريم، وضع أي شيء. نحن إذا دخلنا محل مطعم وهو قد وضع موسيقى تجد أننا نقول له حرام وما يجوز، كذلك هذا قل له بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخي الكريم على أنك وضعت كذا وكذا، هذا يعطيه دفعة إلى الخير. وقد لاحظت أنه مهما ظهر الفساد على الشخص الذي أمامك إلا أنه يبقى في قلبه شيء من الخير تستطيع أن تحركه وأن تمده. أذكر أني كنت راكبا مرة في الطائرة قادما من بريطانيا ومعي أحد المشايخ من إحدى القنوات، ففي أثناء مجيئنا جالسين في الطائرة، وكان على أحد الكراسي رجل بريطاني وبجانبه امرأة مثله يعني في تبرجها الشديد ومعها كتاب تقرأ فيه بالإنجليزي. قلت في نفسي هذه زوجته أو صديقته أو ابنته، فأقرأ في كتاب أنا وصاحبي ونتحدث أحيانا. غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة، فسألت الذي بجانبي قلت أبو عبد الله نصلي هنا أم نصلي إذا وصلنا؟ قال لا باقي ساعتين ونصل، خلاص نصلي في الرياض. طيب فتحت الكتاب جلست أقرأ، تفاجأنا أن هذه المرأة قامت وفتحت الدرج الأعلى وأخرجت حقيبتها وأخرجت عباءة وخمار ولبست العباءة والخمار وصلت المغرب مع أنها شديدة التبرج. قلت في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف؟ قال أبو عبد الله شوف شوف تصلي، والله والله تصلي. قلت استح على وجهك، إحنا مطاوعة وبنصلي إذا وصلنا وهذه تصلي في الطيارة، قم خلنا نصلي. فقمنا لأجل أن نصلي، وهي كانت قد انتهت من صلاتها، نزعت العباءة والغطوة ورجعتها في الشنطة ورجعت. فأقبلت عليها وأنا مار، قلت يا أختي بارك الله فيك، الله يجزاك خير على أنك، طبعا كنت غاض بصري وأنا أتكلم معها، كنت غاض بصري عشان ما يقول أحد والله الشيخ طول النصيحة إنها حلوة. لا لا لا، وهي تقول لي خلاص فهمت النصيحة، وأقول لا لازم أفهمك أكثر. فقلت لكن يا أختي أنا أشكرك على أنك صليتي وجزاك الله خير، وهذا يدل على أن عندك يعني خير وإيمان لكن لو أنك يا أختي أيضا زدت على هذا الخير أنك أبقيت العباءة عليك لكان خيرا لك. قالت جزاك الله خير، ادعو لي ادعو لي، ثم مضيت. مهما كان الذي أمامك ربما يظهر عليه مظاهر المعصية إلا أنك أعلم أن اعلم أن فيه من الخير ما تستطيع، قد يكون فيه 90% الشر لكن فيه 10% خير، زدها 10% حتى تصل إلى 50، ولا تقول أنت أصلا فاسق أنت فاجر وتبدأ تنقص 10%، زدها لعل الله تعالى يصلحه على يدك. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وصلى الله على نبينا محمد. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا